عند الشدة يظهر المعدن الأصيل. كل المغاربة كانوا في الموعد يرددون كلمات التضامن والتكافل وفعل الخير لضحايا زلزال 8 من شتنبر العام الماضي، عام مر بمساعداته وبإعادة التأهيل وعودة الحياة إلى طبيعتها. الطبيعة أن يولد الرضيع بين أحضان أبويه وإن وقع زلزال داخل الأسرة. أحضان بتشيرة تتكفل بهؤلاء الأمهات اللواتي أنجبن في ظروف صعبة، وتتكفل أيضاً بالأطفال بدون سند أبوي. أحضان تعيد ترميم الأسر المدمرة من الداخل، وقرى الأطفال المسعفين المغرب تساهم في إعادة تأهيل المناطق المدمرة إثر الزلزال. بصمات هنا وهناك. عام مر على زلزال الحوز خلف ضحايا ودمارا هائلا، لكن ما خفف من وطأة هذه الكارثة المبادرات التضامنية التي أطلقها المغاربة في جميع المناطق التي تضررت جراء الزلزال. من بين هذه المبادرات التفاتت قرى الأطفال المسعفين المغرب التي أعادت إيواء مجموعة من المتضررين. الشق التربوي والنفسي كان له نصيب أيضا، إلى جانب المواكبة اليومية للأطفال بدون سند عائلي. عبد المنعم أبو علي مدير البرامج لقرى الأطفال المسعفين المغرب بجهة مراكش أسفي. جمعية قرى الأطفال المسعفين المغرب فهي كتشتغل كتم التكفل بالأطفال اللي فاقدين السند العائلي، وأيضا كتشتغل مع الأطفال اللي هما في خطر فقدان هذا السند. جمعية قرى الأطفال المسعفين دخلت في زلزال الحوز، وذلك من أجل وضع بصمة ديالها حتى هي والمساعدة ديالها من أجل تخفيف الظروف ديال الساكنة بهذه المنطقة هذه. والجمعية ركزت على 4 المحاور اللي هما الرئيسية، اللي هو الإيواء والصحة النفسية والمجال ديال التربية والتعليم وأيضا تعزيز القدرات. بعد فجأة زلزال الحوز بادرت جمعية قرى الأطفال المسعفين إلى المساهمة في تخفيف ظروف الساكنة بالمنطقة، وكان شعار هذا التدخل هو 24 يوم و 24 شهر. 24 يوم يعني في البداية قامت الجمعية بمجموعة من المبادرات، وذلك عن طريق توزيع مواد غذائية وألبسة وخيام للمستفيدين وأدوية أيضا، إلى جانب جميع المتطلبات اللي هي يعني مستعجلة في البداية. وبعد ذلك بأمر من المجلس الإداري للجمعية اجتمعت الجمعية من أجل إعداد مخطط إنساني، وهذا المخطط سيتم أجراءته خلال 24 شهر، ويرتكز على 4 محاور رئيسية التي ومن ضمنها الإيواء المؤقت للساكنة في انتظار أنه يتم إعادة بناء المساكن ديالهم. كان توجه في الدوار تيزينتيكات جامعة تيغيل قيادة 3 يعقوب بإقليم الحوز. تكرشنا في هذا سميتو في هذا الزلزال هذا تريبول الديور كاملين ديال الدوار كلشي، والحمد لله الموتى ما كايناش، ولكن الناس كاين اللي مهرس وكاين اللي تجرح. تكرشنا في سميتو في القياط والميكا، والحمد لله هذه الجمعية جابت لنا هذه الديور هذو مؤقتا حتى نبنوا الديور ديالنا. في الايام الاولى من الزلزال فاش وقعت الكارثه، دونك كان هناك تدخل ديالنا اللي من خلاله عطينا مجموعه ديال الخيام للساكنه باش من اجل الايواء السريع والمؤقت، ولكن بعد مده قليله تبين بان الخيام غير صالحه من اجل الايواء لمده، لان من اجل الاعداد للبناء فهو يطلب مراحل كثيره وعديده من اجل انه يتصلوا بالتصاميم والرخص. فالجمعيه بادرت الى انجاز منازل اللي هي عباره اللي هي من صنع خشبي واللي هي مؤقت لتضعط رهن اشارات السكان بالمنطقه. حنا من بعد الزلزال ربط لنا الدار وعانينا شويه من القياطن
حيت راك عارف الشتاء والبرد، المهم زدنا من واحد المرحله اللي صعيبه شويه. ومن بعد تقريبا شي شهرين هذه جاو هاد الناس الله يرحم ليهم الوالدين، وزعوا علينا الطيور فيهم المرافق اللي منهم طواليت كوزينه صالون. المهم الحمد لله القضيه كيف ما كانت الحاله تحسنت شويه. من اجل اجراء هذا المحور ديال الايواء المؤقت للساكنه، فمباشره تم التنسيق مع السلطات المحليه لتحديد منطقه التدخل ديال الجمعيه ديالنا، وايضا تم يعني البحث عن مقاوله اللي غادي تمكن يعني تنجز لنا هذه البيوت المؤقته في هذه الظروف، لان الظروف فهي صعبه شي شويه، كاين مناطق جبليه ومسالك وعره اللي غادي يتم التنقل فيها. فتم اختيار مقاوله من المنطقه اللي فيها اولاد المنطقه اللي يقدروا انهم يخدموا هاد المنازل اللي هي المؤقته. فالظروف كانت صعيبه شي شويه، ولكن بمجهودات الجميع لا بتعاون ديال الساكنه المنطقه وايضا بتسهيلات من السلطات المحليه، فتم انجاز تقريبا في المشروع ديالنا فيها 25 بيت اللي غادي يتم الانجاز ديالو حاليا. دونك 10 تسلمهم الناس ساكنين فيهم، والباقي الاخرين في طريق في طور الانجاز. نتواجد الان باقليم الحوز جماعه اغواطيم، بالضبط دوار اوتغال، حيث تتواجد الفرعيه اوتغال تابعة لمجموعة مدارس يوسف بن تشافين. هذه الفرعية التي تضررت كغيرها من مجموعة من الفرعيات إثر زلزال الحوز 8 شتنبر 2023، هذه الوحدة عرفت هدم وانهيار كلي للحجرات الدراسية. بعد هذا الانهيار كان التوقف ديال الدراسة لواحد المدة اللي هي قصيرة جدا ديال أسبوع، وخلال هذا الأسبوع هذا قامت المديرية والأكاديمية بتوفير خيام استؤنفت فيها الدراسة، لكن هذه الخيام بعد مرور واحد المدة ديال شهرين تقريبا يعني عرفت المنطقة تساقط ديال الأمطار والرياح، فتم استبدال هذه الخيام بالوحدات المتنقلة اللي هي وحدات تستجيب للمعايير ومناسبة للتدريس. ما يخص الجانب التربوي، الجمعية حاولت توضع فيها البصمة ديالها، وذلك عن طريق توفير وحدات مسبقة الصنع خاصة في المدارس اللي هي متضررة من الزلزال، سواء المدارس اللي هي يعني هدمت بشكل كلي أو جزئي. فبتنسيق مع وزارة مع مندوبية وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز تم توفير هذه الوحدات هذو في مجموعه ديال 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 المناطق، فهي عباره عن 23 يعني حجره دراسيه اللي موزعه على صعيد 7 جماعات باقليم الحوز. هي المخاطبه تفعلين، هي المخاطبه والف الاثنين يفعلان او تفعلان مع انتما او هما في جوج، واذا كان مجرورا ان يحيى. السلام عليكم. بخير الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. لا مزيانين الحمد لله. بعد الصهد ما كاين. لا الحمد لله بخير. مزيان مقارنة مع الخيام اللي كانوا قبل مزيان. واه الخيام عانينا فيهم راه الحمد لله، الله يجازيكم بخير من جبتوا لنا هذه الأقسام، راه خير كثير هذا. مزيان كيدايرين الوليدات كلشي بخير. لا بس الحمد لله رجعوا بعد الظروف العادية، رجعوا للظروف العادية، أما الظروف ديال الخيام راه كانت معاناة. والله يوفقكم، الله يوفقكم جميعا وبارك الله عليكم وسلم. الله يحفظك شكرا. حاولنا نحطوا الحجرات يعني بالمناطق المجاوره للمدارس باش يبقى دائما ديك النقطه ديال الالتقاء ديال الاطفال، نكونوا قريبين لهم، يعني حتى ما يكونش يعني داك البعد ديالهم من المدرسه الرئيسيه اللي كانوا فيها في الاول. وبعد ذلك مباشره دونك تم الاستشاره مع اخصائيين خصوصا في مكتب دراسات وايضا مقاولين، من اجل يعني طريقه صنع هذه الوحدات هذو اللي تصاوبوا مواد اللي غادي تكون فيها واحد الاستدامه اللي هي طويله، وايضا غادي يكون فيهم ظروف اللي هي تكون ملائمه من اجل الدراسه، يعني ظروف سواء من الجانب ديال الحراره اللي غادي يستحمل الجو ولا غادي يستحمل من بعد البرد. السلام عليكم. السلام. ماذا كنين؟ السلام.
تحاولوا من شويه غسد نسول في الصح من خاطري غير رزان عرفت كل ساق ساق غير رزاني غسان بس مسكار على يتينين عرفت نتوز دارو شبار عرفت ننتقل عرفت ننتاس اشكور تنزل عرفت نقان كنشتغلوا مع اس او اس فيلاج المغرب في اطار التدخل النفسي الاجتماعي لفائدة الأطفال المتمدرسين ضحايا زلزال الحوز. التدخل ديالنا كيحترم المعايير والتوصيات الدولية في التدخل النفسي في العالم ككل، وكنحاولوا نبداو بتقييم أي تدخل، كنديروا تقييم ديال الحاجيات المرتبطة بالصحة النفسية لهاد الأطفال. التدخل الإنساني بشكل عام والتدخل في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي خصو يستجبل بزاف ديال المعايير، منها نحترم الثقافة المحلية ونحترم الاشتغال العادي ديال هذاك المجتمع. ومن الأشياء اللي كنحترموها هو أننا كنهضروا مع هاد الأطفال باللغة الأم ديالهم، حيت هي الطريق الوحيدة باش نستكشفوا الحياة النفسية ديالهم، وكنزيدوا الطريقة بالرسم حتى هو طريقة أنه الطفل يعرف يعبر عن المشاعر اللي عنده واللي تيحس بها واللي ما تيقدرش يوصلها عن طريق اللغة، تيوصلها عن طريق الرسم. شنو هما الحاجات اللي كاينين عندك كيضروك وما بغيتيش يبقاو؟ شنو هما الحاجات هادو؟ الأعصاب. خالتك عندها وليدات في الدار؟ لا. كيف كدير علاقتك معهم؟ سنتي. مين كتبغي تمشي تناسي؟ معيش كتناسي بنتي؟ سنة 12. مع 12 الليل؟ سنة. معيش كتفيقي؟ مع 7. ومني كتناسي كتفيقي بالليل؟ سنة 5. ناس ديالك بالليل كيفاش داير؟ ساعة شوية ناسة شوية فايقة. أها. مناش كتخافي بالليل؟ علاش كتفيقي؟ مناش كتخافي؟ سنة خايفة تاني أرجع كتخافي الزلزال يرجع؟ سنة. كيف ما كنتعرضوا لضربات على مستوى الجسم ويعني وديزاكسيدون هكذا، راه كاينه حتى دي يعني ضربات في الجهاز النفسي ديالنا، لذلك هذوك الاصابات اللي كيتعرضوا لهم خصوصا الاطفال اللي كنسميوها الفئه الهشه اللي كتكون يعني اكثر تاثير، كيخصها واحد ان سويفي، كيخصها واحد لابيزمون، كيخصها ان اكونبانيومون باش هذوك الوليدات من بعد ما يكونش واحد اون ريبيركوسيون من بعد واحد تظهر واحد الاضطرابات من دابا 10 سنين 15 سنه اللي ما نقدروش نبقاو نتسائلوا كنقولوا شنو السبب ديال هذا المرض اللي ظهر في هذا الوقت، في حين ان لا رجعنا غنلقاو ان ما كانش واحد لو سويفي مزيان. باغ كونتر الا كان ان سويفي في دون لو طون، سورتو اننا حنا دخلنا على المستوى حتى لونفيرونمون كاين، يعني جينا لعندهم ماشي جبناهم لعندنا، هذه حاجه مزيانه. دونك هذا غادي يحمينا حاليا انهم يستمروا، لحقاش كاينين وليدات اللي تعرضوا لواحد المساله انهم ما قدروش ينفصلوا على الوالدين ديالهم ويرجعوا للاقسام ديالهم. اذا كان واحد التدخل اون اورجون باش اننا نابيزو هذوك لي ديغا اللي تصدرات في هذاك لو مومون، من بعد كيكون لو سويفي ا لون تيرم هو اللي كيعاوننا باش ما تظهرش اضطرابات فيما بعد. تنتواجدوا بمدينة أي تورير اللي تابعة لإقليم الحوز، وبالضبط بقرية الأطفال المسعفين أي تورير. هذه القرية هذه اللي متواجدة هنايا منذ سنة 1985 اللي كتكفل عن طريقها ب 101 ديال الأطفال. سي عبد المنعم، شفنا المجهودات الكبيرة اللي كتقوموا بها في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، شفنا الإيواء، شفنا الشق التربوي والشق النفسي، وأيضا كتهتموا بضحايا زلزال الحوز حتى هنا داخل القرية اللي موجودة هنا في أي تورير واللي كتعتبر أقدم قرية أطفال موجودة على الصعيد الوطني. فعلا، فمباشرة بعد الفجعة ديال زلزال الحوز الجمعية ديالنا خطات المبادرة ودارت مجموعة ديال المجهودات باش أنه تخفف الأضرار على المناطق المتضررة من الزلزال. من ضمن هادو دونك كاين عندنا مجموعة ديال البرامج، عندنا قافلتين اللي كاين في الحوز، قافلة للدعم النفسي وقافلة للدعم التربوي، وأيضا الشق ديال الإيواء حتى هو اهتمينا به، حيث أنه تم الإيواء مؤقتا
واحد المجموعة ديال الناس تما في المنطقة في انتظار أنهم يبنوا المنازل ديالهم، وأيضا الجمعية قامت بالإيواء ديال الضحايا، أطفال ضحايا ديال الزلزال هنا في القرية، ومن ضمنهم واحد الطفل واحد الرضيع اللي غادي نتكفلوا به هنا في القرية واللي غادي يكبر إن شاء الله هنايا كما جميع الأطفال الآخرين. في المناطق المتضرره من اجل تقديم مساعدات ديال المواد الغذائيه وايضا افرشه للسكان، وفي هذيك اللحظه كانت معنا المساعده الاجتماعيه اللي كانت في المنطقه اللي كانت تشوف الحاله ديال الاطفال وايضا الحاله ديال 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 الاسر والنساء تمايا. وفي هذيك اللحظات كان اكتشفنا بانه كان هناك واحد الطفل اللي العائله ديالو يعني تضررت من الزلزال، فقدت الاسره ديالو في الزلزال وداك الشيء، وتم مباشره دونك في اطار تنسيق مع الناس ديال المنطقه وايضا السلطات المحليه وايضا السيد القاضي الاحداث في مدينه مراكش، ان اننا اللي تم الايواء ديال هذا الرضيع هذا وهذا الطفل هذا بالقريه، وهذا الطفل هذا حاليا دونك فهو تيتواجد بالقريه ومتكفل به دونك في جميع ما يخص سواء في الجانب الصحي والجانب النفسي ديالو والجانب التربوي، ان شاء الله سيتم التكفل به حتى يبلغ ان شاء الله سن الرشد ديالو ويتم الاندماج ديالو في المجتمع. عندي 7 وليدات كأم حاضنة لهم، وكنقوم كأم طبيعية، يعني كنفيق الصباح كنوجد لهم الفطور، كنفطر وليداتي، كنصيفطهم للمدرسة، كنمشط لهم كيمشيو للمدرسة، كنبدا نوجد في الغداء، كيجيو من المدرسة كنستقبلهم ثاني بوجه جميل وبالضحك، وكيلقاو الطبلة انني زعما وجدتها لهم، كيتغداو كنعاودو ثاني يمشيو ثاني للمدرسة، ابخي ملي كيجيو من المدرسة كنقراو معاهم، يعني كأي ام طبيعية كنقرا معاهم كندوش لهم. هذا التكفل بيوسف اعتبرتها انايا تجربه جديده، بحكم انني عندي كنت مولفه من نهار بديت في ISOS، ان حنا كنتكلفوا من 6 سنين للفوق، وانما فجاء يوسف يعني جاء كرضيع وجاء بواحد يعني كيكون صعوبات بحكم انني عندي 6 سنين الفوق، يعني الدراري خصني انني نوض نديهم للمدرسه، وهو كرضيع يعني كيحتاج واحد العنايه خاصه. هذا التوازن حاولت انني ندير ما بينه هو وما بين خوته، بحكم انني في الحوار اليومي اللي كندير مع الدراري انه راه خوكم، انني دايره داك الجو العائلي في الدار، داك الجو ديال الاخوه، داك الجو ديال انه كيبقى رضيع، وان بالعكس عنده علاقه ومكانه خاصه سواء عندي في الدار سواء في القريه كامله. هؤلاء الأمهات نقبلهم بشروط ونؤطرهم ونكونهم، وشريطة أن يتوفروا على الركن الأساسي وهو الرغبة والقبول بالقيام بذلك العمل، لأنه لا يمكن لأي واحد أو أي واحدة أن يقوم بالعمل التربوي لأطفال من هذه الفئة إلا لما يتوفر على رغبة ذاتية وداخلية أنه يحب هذه المهنة ويخلص لها، بقطع النظر عن توفير لهؤلاء النساء وهؤلاء الأمهات لشروط العيش وشروط أداء الواجبات وشروط التوفر على التقاعد لما يصلنا إلى سن التقاعد، كل هذه الشروط تتوفر لهؤلاء الأمهات. الأطفال اللي كنستقبلوا داخل القرية هم أطفال اللي تيجيو من مؤسسات اجتماعية أخرى اللي كيولجوا القرية على طريق أحكام قضائية. هاد الأطفال من نهار فاش يدخلوا القرية عندهم برنامج نتاع الادابتاسيون، وميم طون كاين تيتابعوا الدراسة ديالهم كسوا في الحضانة في التعليم الأولي ومدارس الدراسة الابتدائية التابعة للقرية. هذه المؤسسات كاملة موجودة داخل القرية، ومن بعد فاش توصلوا للمستوى الإعدادي تيولجوا الإعداديات اللي كاينة خارج القرية.
كتستقبل الاطفال من الولاده حتى ل 15 العام. من بعد 15 العام هاد الاطفال تيولجوا مآوي الشباب الموجوده في مدن مختلفه، تيسيروا تما المستوى الثانوي والدراسات العليا، وكتبقى معاهم الجمعيه كتواكبهم حتى الادماج المهني ديالهم. لاباس؟ كي دايرين؟ بخير. اش تقراو في الثاني؟ وشنو كتقراو تما؟ شمن قصه كتقراي؟ سرسي العظيم. مزيان. سرسي العظيم. وراكم قد قد عجبتكم القصه؟ الاطفال اللي موجودين داخل القريه كتوفر لهم الجمعيه مجموعه من الخدمات كالمأكل، الملبس، النظافه، الحمايه كذلك، وكتسهر على التتبع الدراسي ديالهم والتتبع الصحي والنفسي. الى جانب الدراسه الاطفال تستفدوا من مجموعه من الورشات، انشطه تربويه ترفيهيه. الأنشطة اللي كيسهر عليها مجموعة من الأطر التربوية، كاين ورشة الموسيقى اللي كتنمي فيهم الحس الفني، وكيعملوا بآلات موسيقية، وتيخدموا حتى الكورال مع منشط الموسيقى اللي كيجي مرة في الأسبوع. كاينه ورشه الرسم اللي كتربي كذلك فيهم الحس الفني، وكتربي فيه وكتصلح بعض السلوكات. وكاينه ورشه الشطرنج اللي كيشرف عليها متخصص في لعبه الشطرنج مع اطفال القريه، اللي حصلوا كذلك على ميداليات في مباريات محليه وجهويه، واللي تعمل على التركيز، كتزيد تنمي فيهم مسألة التركيز عند الأطفال. الأطفال كذلك يستفدوا من ورشة الإعلاميات اللي مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، باش حتى هاد الوليدات اللي داخل القرية يواكبوا التطور التكنولوجي، باش ملي كيخرجوا من القرية كنكونوا ديجا مهيئينهم. الى جانب الورشات السابقه كاين مبنى خاص هو بيئي ثقافي، فيه مكتبه اللي كيستافدوا منها الاطفال، خصوصا كتنمي عندهم حس القراءه وتعرفوا تقنيات القراءه، خصوصا بالنسبه للاطفال اللي عندهم تعثرات دراسيه. واو، يبدو انهما يحبان طعامهما كثيرا. هاي، هل لاحظتم؟ الى جانب هذه الورشات كاين قاعه للعرض اللي الطبيعه ديالها بيئيه، مصنوعه من الخشب، كتخلق واحد الجو طبيعي بالنسبه للاطفال، تتكون داخلها عروض سينمائيه وثقافيه. هذا الفضاء البيئي الثقافي جاء في اطار استراتيجيه الجمعيه في تحويل قرى الاطفال الى قرى بيئيه، كتعتمد على ثلاثه الركائز أساسية، وهي الاقتصاد في الطاقة، الاقتصاد في الماء، وتعزيز المساحات الخضراء داخل القرى. الدولة المغربية تقوم بكل ما تستطيع أن تقوم به، فيمكن أن نأخذ كأقرب مثال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فقط. هذه المبادرة التي تدعمنا في كل مشاريعنا، على أساس أن كل ما نقوم به، كل ما تمدنا به، نبرهن على أن ما توصلنا به أنفق في محله، لأن أي سنتيم يدخل الحساب يدخل بتوقيع ويخرج بتوقيع. وأخذ كنموذج ما توصلنا به في زلزال الحوز، وعندنا برنامج لمدة سنة توصلنا بكل خير، ونقوم بكل ما نملك إلى جانب
باقي المغاربه كقطاع خاص وقطاع عام على تقديم كل ما يمكن. قرى الأطفال المسعفين المغرب فهي كتشتغل عبر جوج المحاور اللي هما الرئيسيين. المحور الأول اللي هو الاستقبال العائلي اللي عن طريق هذا البرنامج هذا يتم استقبال الأطفال اللي هما فاقدين السند العائلي ويتم التكفل بهم عن طريق نموذج عائلي. أيضا جمعية قرى الأطفال المسعفين المغرب فهي تشتغل على محور تقوية قدرات النساء اللي عندهم أطفال. دونك يتم الاشتغال معهم على شقين. الشق الاول هو انهم تشتغلوا مع هاد الاطفال ديالهم فيما يخص الصحه والدراسه والتعليم ديال والتكوين ديالهم، وايضا الشق اللي خاص بهاد النساء هادو يعني في المجال تقويه القدرات ديالهم، اولا عن طريق يعني التربيه الوالديه، يعني تعطاهم حصص في التربيه مع الاطفال ديالهم كيفاش يشتغلوا مع الاطفال ديالهم، وايضا في تقويه القدرات ديالهم. هاد النساء هادو تيتم توفير لهم مجموعه من التكوينات سواء في مجالات متعدده، منها مجال ديال الطبخ، مجال ديال الحلويات، مجال ديال الخياطه، مجال ديال كل حسب القدرات ديالها. دونك يتم توفير لهم هذه التكوينات هادو اللي تيديروهم لمده معينه على اساس انه هذه التكوينات تيتوجوا في الاخير اما بالاندماج ديالهم في سوق الشغل او ايضا مساعدتهم على خلق مشاريع مديره للدخل. وهذا التكوين ديالهم اللي كيتعطاهم تتم ايضا في اطار يعني تنسيق مع جمعيات اخرى وايضا مراكز اللي خاصه اللي عندها ديجا هذه التكوين متوفره في يعني في عندها. دونك مثلا هنا في اي تورير عندنا شراكه مع جمعيه هنايا ومع مركز لتقويه قدرات النساء اللي من خلاله كنديروا هذا التكوين لهاد النساء، يتم تسجيل هاد النساء هنايا وتيتم التتبع ديالهم الى ان يكملوا هذا التكوين ديالهم. جمعية قرى الأطفال المسعفين عندها واحد الدور مهم اللي قامت به في المجتمع، خصوصا في مجال ديال التكفل بالأطفال والشباب. دونك فواحد العمل اللي هو شريف اللي كتقوم به هذه الجمعية، خصوصا ملي كتشوف ديك الفرحة وديك البسمة في دوك وجوه دوك الأطفال، وأيضا في الشباب ملي كتشوف الشباب اللي هما حقوا الدوات ديالهم ووصلوا المبتغى ديالهم ومندمجين في المجتمع. دونك فأكيد أن الجمعية وضعت البصمة ديالها في هذا المجال هذا ديال هذا المجال الاجتماعي وأيضا التكفل بهذه الفئات ديال الأطفال وديال الشباب. يعيشون بين أحضان أمهاتهم بالليل وبالنهار، تتكفل بهم مربيات جمعية أحضان بتشيرة. الأم بظروفها القاسية والطفل بدون سند أبوي هما محط اهتمام الجمعية. كل المجهودات من أجل إدماج الأم في الحياة المهنية ومتابعة دراسية للطفل. بصمة إنسانية في تشيرة نواحي أكادير. واش محجوبة من موارد 30/11/51 بمدينة أكادير. عندي ثلاثة الأولاد اللي هما دروكا راه كبار وأنا جدة. بديت مع التير دي زون، من بعد في 2001 درت أم البنين، جمعية أم البنين. في 2011 درت جمعية أحضان في تشيرة. كانت تجربة كبيرة في ميدان الأمهات العازبات مع أم البنين، ولكن في أحضان مع جميع الفئات ديال الأمهات بما فيهم الأمهات العازبات، فيهم الأراميل، فيهم كذلك النساء اللي رجالتهم في وضعية صعبة مثلا في السجون أو لا أمراض أو لا مثلا في الشوماج. لهم ليش حاولت باش ندير هذا المشروع هذا اللي هو مشروع مهم واللي داخل في نطاق حماية الطفولة. خصص هو رجعني انني نأسس في 2012 جمعيه احضان
باش نعطي فيها، لان بلاد ولادي وكبرت فيها، لان تزوج فيها في 16 عام سي با ايفيدون، عندي بها واحد العلاقه كبيره مع هاد الشيره وبغيت نخلي فيها البصمه ديالي. هذه هي الصراحه الهدف كما قلت لكم هو حمايه الطفل في الوقت فاش كتمشي الام للعمل ديالها. هذا هو المشروع ديال الاحضان. من طبيعه الحال عندنا المأوى فين كناخذوا البنات اللي هما حاملات باش ما يبقاوش ضايعين في الزنقه، وماشي كلهم، لان كما قلت لك درنا لي كريتير، عرفنا شكون اللي غناخذوها وشكون اللي ما غنقدروش ناخذوها. ماشي ما بغيناش، ولكن حنا كطاقم ما مؤهلينش مثلا لشي وحده عندها اعاقه او لا مثلا تكون كتخرج بزاف، ما يمكنش لينا لان ما عندناش لي بسيكولوج، ما عندناش لونكادرومون. هذا هو اللي جعلنا اننا نتحفظوا على غير على واحد الفئه. العدد الاطفال اللي هو هذا العام دوزناه هو 58 بين الحضانه والرود والدعم الدراسي. الحضانه هي اله من اليات الحمايه ديال الطفل. ما استطعتش نديرها من 2012 لان الموارد الماليه ما كانتش، واللي وفرنا اكثر من الحضانات الاخرين لان الدراري كيكونوا ساكنين في بيت فيه 2 متر على 2 متر، ما عندهمش الامكانيات فين يديروا الدوش. صافي دير درنا لي سال دو بان للدراري ضروري، يمكن ليها تهزو هكاك بوسخو تجيبو كيغسل عاد كيفطر عاد كيمشي يلعب. لي جوي مفرين توت كي بيداغوجيك، حنا موفرين بوغ لانستون اكثر من هذا، يعني وفرنا لي كوش الحليب الماكله، ما كتجيبش ليه الماكله لهنا، يعني كاع لي المستلزمات اليوميه ديالو موفرين ليه، وموفرين ليه فضاء في الفوق ديال الالعاب فين يلعب بلي جوا ديالو. خدام في الجمعيه ديال الاحضان مربيه من 8 الصباح حتى ل 6، كيجيو الامهات كيجيبوا لنا الدراري كنشدوهم مع 8. كاين لي بيبي صغير عنده شهر، كاين اللي عنده 4 سنين، كنفطرهم هو الاول، من بعد كنبدلهم لي كوش كندوشو ليهم ونلعبو معاهم. العشرة كنطلعو من النايل كيلعبو ما بين العشرة حتى ل 11 الشمس، عاد كنزلهم كيتغداو، ملي كيتغداو تاني كنبدلو ليهم لي كوش كنبدلو ليهم حوايج، عاد كينعسو ديك ما بين 12 و 2، ملي كيفيقو كنعطيهم الكوتي أو كاين اللي كيرضع. أنا جيت من منطقة بعيدة، جيت لأكادير، كنت مع واحد السيد ولدت معاه الأول عنده دابا 4 سنين، وزدت الثاني ومشى تخلى علينا وبغاو خرجنا للزنقة، بقينا واحد المدة تلاقينا مع واحد السيدة قالت لي على هاد الجمعية، جيت عندهم رحبوا بيا وشدوا لي ولادي. الدري راه مدخلاه الروض، وفي نفس الوقت الدري الصغير راه حاضر ليا، وكخارجة دابا خارجة تنقلب على خدمة باش نهز ولادي. وبين 2 و12، من 12 و2 تنجي نرضع البيبي الصغير، ومع 6 كنجي ندي ولادي للدار اللي عطاوني الجمعية الله يعطيهم الخير. ماشي ساهل باش تلقى ليها البيت، حنا دروكا دايرين مع السمسارة ودايرين حتى مع مالين الديور، مثلا إلا مشات بوحدها والله ما يشدوها. علاش؟ لأن ما كيبغيوش الأطفال، ولكن بحكم ان احنا تعاملنا معهم كنلقاو البيوت، واخا ان البيوت ماشي في المستوى اللي خص مثلا يكون، ولكن هذا هو الظروف ديال التشيرال في الاحياء الشعبيه، وهذا ما كننقطعوش، لان الا مثلا كرينا ليها في شي بيت ضروري خصك تكري لها في البيت باش ما تبقاش في الشارع. كناخذوا الصور في لو برومي كونتاكت، وملي تيجلس عندنا من بعد 4 شهور كنعاودوا الصور، وكيبان لك من خلال الصور كيبان لك بان لا فام الى روبري لو بون شومان، يعني طلعت من العقبه
وكتبقى فرحانه والدري شتي الدري الواعر الواعر كيبقى عنده 3 ايام وكيولف. علاش؟ لان كيلقى لي سباس، يلقى الماكله هي الاولى، بعدا تلقاه في الوقت، كينعس في الوقت، كينوض في الوقت. جمعية أحضان هي مشروع ديالها هي الحماية من التخلي، واحد من لي بروجي ديالها باش يمكن لينا نهضروا على الحماية في الوقت فاش الأم كتكون خدامة، اللي هو أصعب حالة. ما يمكنش المرأة تكون جوج، وحدة تخدم تجيب الخبز وحدة تدير رعاية للطفل، وهذا هو المشروع ديال الأحضان. أن درنا الحضانة، درنا الراود، درنا لو بري سكولير، ودرنا الدعم الدراسي باش مثلا حتى الدري يوصل حتى للسنين، ملي يمشي للمدرسه، ملي يخرج ما يمشيش لدارهم، ما يمشيش للشارع، انه يجي يلتحق باحضان ياكل ويجلس ويدير المراجعه الدروس ديالو، يقدر يدير الانشطه اخرى حتى تجي امه في العشيه. وهذا داخل في الاطار ديال الحمايه ديال الطفل. انا كجمعيه احضان كنقدموا دروس الدعم للاطفال اللي كيتبعوا الدراسه ديالهم خارج الجمعيه في مؤسسات ابتدائيه واعداديه، اللي هما اصلا في الاصل كانوا عندنا كيدوزوا التعليم الاولي، قراوا التعليم الاولي، وحاليا كيتبعوا الدراسه ديالهم خارج الجمعيه. ولكن في الوقت ديال الامتحانات كيجيو كنساعدوهم، اللي عنده نقص في شي ماده كنساعدوه باش في الاخير ان شاء الله يحصلوا على النقط اللي هي مزيانه اللي تفرح الاباء والامهات ديالهم، وكذلك احنا كجمعيه والمجهود اللي كنديروا معهم. جلسات الاستماع هي مهمه في جميع المراكز. انا اظن خصها تكون في مراكز الشرطه، في مثلا في المحاكم، في السبيطار، في المستشفيات، لان المضيوم، انا غنسميها المضيوم بهذه العباره، الانسان اللي كيكون مضيوم، اللي كيكون في المشكل، كيخص شي واحد اللي عنده الاختصاص ديال الاستماع انه يسمعه. هذا هو الدور ديال اللي كنقولوا مركز الاستماع، لان من الاستماع كيجي كيخوي عندك كل شيء، وانت كيخصك يكون عندك الاليات باش يمكن لك تعرف في لونتروتيا معاه اللي صحيحه واللي ما صحيحاش. شنو هو المشكل اللي عندك في الورق ديال ولدك؟ دابا سجلت الدري الصغير وخليت الدري الكبير. علاش؟ ما كنتش عارفه. ما عندكش الاب ديالو؟ ما كاينش. عندك شهاده الولاده؟ ما عنديش. شحال العمر ديال ولدك؟ دابا غيكمل 6 سنين. والبنيه؟ 3 سنين. امتى سجلتيها؟ ما عندهم نفس الاب؟ لا، ما عندهمش نفس الاب. العائله ديالك في خبرها باللي انت والده ولا؟ لا، في خبرها مين الدري الدري. لا، الاب ديال ولدك فين كاين؟ كاين في انزا. في انزا. ما بغاش يعترف به؟ ما بغاش. قلتي عليه؟ قلت عليه، ما مره ما جاش ما بغاش. مازال عندك به شي علاقه؟ لا. ممكن الا دخلنا ممكن يكون صلح؟ ما نعرف. اول خطوه كنديرو في الجمعيه ديال الاحضان هي استقبال، كنستقبلوا جميع الاشخاص، سواء رجال ولا نساء ولا حتى الاطفال في وضعيه صعبه. من بعد كيكون التوجيه، ولكن الاشخاص اللي كنخدموا معاهم هما النساء في وضعيه صعبه والاطفال، حيث كنسمعوا للمراه اول حاجه، كنسمعوا ليها، من بعد كنشوفوا اشنو اللي عندها، واش مشكل قانوني ولا مشكل يعني المشكل مع العائله ديالها، ولا المشكل في الكرا ولا البحث عن العمل. القسم المشترك بين هاد الامهات هو انهم المراه هي اللي كتعاني، يعني المراه هي اللي كتكون مسؤوله على الاطفال ديالها، يعني المراه هي كتكون في واحد الوضعيه صعبه اللي كتلقى مشكل. اول حاجه الرفض ديال العائله ديالها، كالرفض ديال المجتمع، رفض حتى ديال مثلا المؤسسات العموميه، مثلا فاش كتمشي على حسب الوثائق ديالها ولا كتلقى مشكل، مثلا رب العمل يعني فاش كيسمع انها ام عازبه ولا انها مطلقه، حيت عندنا هنايا حتى المطلقات والارملات، يعني فاش كيسمع انها مطلقه ولا ارمله ولا ام عازبه، يعني هو كينظر لها بواحد النظره ديال الاستغلال، كيبغي يستغلها. الاطفال ديالها مثلا فاش كيكونوا في المدرسه الا ما كانوش محميين من طرف واحد مثلا الجمعيه، ولا يعني كيتعرضوا حتى هما للرفض. ملكه زاد في مستشفى الحسن الثاني باكادير، ولكن مع كامل الاسف ان الام ما كانتش دايره العقد مع الاب ديال الملكه، لان هي اصلا ما مسجلاش في دفاتر الحاله المدنيه وما كانتش عندها البطاقه الوطنيه. سكيفي ملي دخلت باش تولد عطات سميتها الحقيقيه، ولكن عطات الكنيه ديال ما، وما عرفتش لان ما قريه ما والو،
دارت ليا بداو كيقلبوا على الحلول تيقلبوا وما لقاوش لان ما عرفاش التاريخ بالضبط اين سنه ولا نهار والشهر فاش تزات بنتها. وبدات ملكه كدور 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 في ديك الدوامه ما خلات الباب اللي طرقات. دروكا ملكه نقولوا مجوجه واخا ما دايرش العقد وعندها ثلاثه الدراري وهذا هو اللي حتنا حنا كفريق ان نمشيو معها في هذا الاتجاه. الحل الوحيد اللي بقى لينا دروك هي ان المرشده الاجتماعيه تمشي معها عند الشرطه وغنديو الكارني ديال الجلبه يبنيو عليه باش يديروا ليها البحوث في لي روجيستر ديال مستشفى الحسن الثاني. ولا استطعنا لقينا مثلا شهاده الولاده ديالها راه صافي راه تحل المشكل. مدير المستشفى غادي يعاود يبدل ليها شهاده الولاده وغنديروا ليها اوراقها هي ومن بعد نسجلوا الاطفال. درنا جميع المحاولات باش يمكن لينا نلقاو لك شهاده الولاده باش ولدتك امك في السبيطار. استعصت علينا على جوج حوايج. اولا كاينه 1993 ماليها لا شهر ماليها النهار يعني صعيب. هنا عندي واحد الوثيقه ديال الجلبه اللي هي كنتمنى ان نبنيو عليها دروكا في البحث على شهاده الولاده لان امك قالت لي ولدت في السبيطار ولكن ديك الوقت ما كانش عندها الكارت ناسيونال ودارت سميت امها واستعصى علينا باش نلقاو الاثار. كيبقى الوحيد الحل الوحيد معك هو ان غتمشي معك المرشده الاجتماعيه ولكن امك تحضر ما تقوليش ليا ما كايناش امك. اظن بان هذا قدري لان في بدايه حياتي ماشي اختاريته ولكن الله عز وجل دارني فيه. ثانيا لان كلشي كيستغرب علاش انا جلست وعلاش تنضحك مع المراه لان انا كارمله عشت في نفس الظروف ديال الام العادبه. عشت القضيه ديال الارث عشت القضيه ديال لانجوستيس لان درت حياتي تتسير اللي مات فيها بات ولادي وما تنصفتش ما خديتش لاسيرونس ديالي لان ما كنت عن جهل على القانون ما كانش لي ديكلارا لاسيرونس ديالي في لي ديلي دي 48 ساعه. وهذا علاش جلس باش نوري. كذلك ملي بديت الخدمه ديالي في 23 عام كمربيه في الروض ديال الشبيبه والرياضه ما كانش ولادي فين نحطهم ما كانش. يعني المساله اللي كيعيشوها العيالات انا فراسي ودغيا كنعرف شنو اللي خاصهم. بالنسبه للام كنلعبوا واحد الدور كبير في التحسيس كنلعبوا واحد الدور كذلك في العقود الزواج اقرار النسب مع الاباء وكذلك البنات الصلح مع عائلتهم. دابا زهره بقات لينا عدم التسجيل كاين عدم التسجيل غنجيبوها من البلديه ديال التشيره باش تدفعوا الملف باش يتسجل ولدك لان ضروري يتسجل في سجل الحاله المدنيه الا بقات الطفل بلا هويه حتى حاجه ما درناها. الحمد لله بالنسبه للاحضان درنا ان واحد لو ريزو مثلا ديال الناس في المحاكم الله يكثر خيرهم بالنسبه للسلطات بالنسبه للضباط الحاله المدنيه حنا معروفين دروكا كتمشي للمساعده الاجتماعيه كتقول احضان تيسهلوا عليك الماموريه ماشي كيغسلوا كيكونوا مجددين. كنسولوها واش هي عندها البطاقه الوطنيه وكنعرف وكنسولوها كذلك واش مسجله في دفاتر الحاله المدنيه. الا كانت هذه المسائل هي سهله يعني المسائل ساهلين الا كانت بغات دير اقرار النسب مع السيد اللي كاين الارضيه موجوده بجوجهم عندهم لي كارت ناسيونال عندهم النسخ الكامله العقود الزياده انا ما كيشكلش مشكل. حنا الدور ديالنا هو ما نفهموا هما شنو اللي خصهم يديروا نطروهم ونخلصوا العادي. سيدة محجوبة 50 سنة من العطاء 50 سنة من البصمات 50 سنة من العمل الجمعوي. بغينا نعرفوا شنو هو السر في هذا النفس الطويل ديال نصف قرن. السر سي عادل هو البداية ديال العمل ديالي فيه من طبيعة الحال أخذ وعطاء وفيه أنني نخدم على ولادي وعليا أنا لأن خصني نخدم باش نوصل لشي حاجة. لما بقي السر هو أنني أنا
بغيت باش نهب الباقي ديال عمري كله الأمهات والأطفال والبلاد ديالي اللي عزيزة عليا. ما عمرو غيدير عيد الميلاد الا الا كبر ان شاء الله وسهل عليه الله راه غيدير عيد الميلاد، ولكن في الصغر الام ما عندهاش باش دير عيد الميلاد. ولا مثلا كتقول لك راه بغيت ندير عيد الميلاد، كنقول لها ما تخسري والو حنا غنديروا ليه مع الاطفال. وهذا خلينا كبرينسيب الاطفال، لان ما يمكنش لينا نقولوا راه دخلنا في لو كادغ دو لونفونس وما نوفروش شتي حتى في الاستماع. حنا دايرين لي جوي مثلا في وقت الاستماع كنعطيو لي جوي كنعطيو الفانيد، لان كتحبب لديك السيده على الاقل تكون مطمئنه وترجع عندك. شتي كاع الا ما كانت كاع ديالنا وكان غنوجهوها وعرفناها بان عندها الخصاص في اللباس راه غنعطيوها لو كولي ديال الماكله وغنعطيوها اللباس. ما ديال الاطفال الصغار راه هي كيعايشه بها انا الليل ونهار، وهي اللي عطاتني القدره اننا حتى مثلا ملي نمرض كنوقف. الفرحه ديال المراه ملي تكون حادقه وتكون واقفه ونشوفها الى ايفوليي في لو طراباي ديالها ولات لالات العيالات. بزاف العيالات اللي داروا البسمه في المغرب وانا فوس ديك المعمعه ديال الكم الهائل ديال المغربيات الحرات اللي يعني هما كلهم على راسي، انا فوس منهم وانا سقطه صغيره دايره البصمه ديالي في بلادي.